نبيل. صباح الخير. شو شايفتك مبكر اليوم؟ مو قال المعلم لازم اجي بكير؟ شو رأيك بفنجان قهوة من تحت ايدي؟ مثل ما بدك نشربها. يلا لروح ساويها. يا عيب شو منك، والله نسيت ما في عنا سكر. ما انا بالاساس بشربها بدون سكر سادة. ايوه والقهوة كمان خالصة. حنان شو في؟ صدقني ما في شيء. لك نبيل شو رأيك نروح عند أبو الخير ونشرب القهوة هنيك؟ يلا. في شي؟ صدقني ما في شي. في شي؟ من هو؟ رجال مسكين كان نايم امبارح برات المعمل. بتقومي تنيميه جوات المعمل؟ عم بقول لحالي ليش سهرة لطيفة معي اليوم؟ حرام والله شفقت عليه. هذا غلط نبيل، الله يرضى عليك لا تقول لأبو سامي بس هالمرة. لا تعيدي يا أبو سامي ما بيهون عليه. لا يا سيدي ما راح افتح لها باب تاني. يا استاذ بنت صغيره عم تتضايق. لك يا اخي شو انت بدك تحكي لي قصه حياتها هلا؟ منيح اللي عم نشغلها ومسكنينها، تحمد ربها يا اخي. شو عم تعمل؟ أهلين معلم. شو عم تعمل عندك بالمكنة؟ عم صلحها. أنا طلبت منك هيك شيء؟ أبداً معلم، بس في الراسور جواني قلت حالي يعني شو حلو والله، كل واحد بيشتغل على كيف وأنا آخر من يعلم. أبداً معلم، ما كان قصدي. أخي لا بقى تقرب على هالمكنة، مفهوم؟ إيه بس أنا بعرف صلحها. وأنا ما بدي، تارك العمال يسرحوا ويمرحوا على كيف وحضرتك بلشان بحكي فاضي. أنا وحكي فاضي معلم؟ المكنة إذا تصلحت رح نعمل شيء مهم. لك يا أخي أنا صاحب المكنة وصاحب هالمعمل وعم أقول لك ما بدي، مفهوم؟ أمرك معلم. حنان لوين؟ لجوا. انت شغلك برا. بعدين انا 100 مره بنبه عليكي ان الدخان هون ممنوع. لك انت واحد اجدعب. لك هلكني شوكات. قلت لك المكنة مليحة ما فيها شيء، لو ما أنا لعبت فيها ما كانت فرطت. لك أجدب وستين أجدب يا بني آدم، ما كان لازم تشغل المكنة قدام أبو سامي. كيف بقى؟ روح بالليل. وحنان؟ صبطها. شو صبطها؟ ما عم تزبط. لك يا بني آدم ما بدي إياك تزبطها مشان تتجوزها، ظبطها مشان تسمح لك تفوت على المعمل بالسر. ما بتقبل. لك هي ما عم تنيم واحد بالمعمل مدري مين هو، هددها شباك. جبتها. اقسم بالله يا اول مره بتزبط معك. نبيل
البول. أنا نبيل، افتحي. شو بدك بهالليل؟ لك افتحي، عاوزك بشغلة. لا يا حنا، حاملة سكين كمان؟ يعني ما حلوة إنه بنت لحكايتك. اضربيني، اقتليني. إيه فلت هيك؟ بدي يصير اشتغل بالليل. تصطفل. واللي منيمتيه جوا شو أعمل فيه؟ إذا ما عجبه بيروح. أنا ما حكيت لحدا إنك عم تنيمي هون. إيه. وأنت لا تحكي لحدا إني بدي أشتغل بالليل. إيه لأ، ما حذرت. معناتها رح أقول لوسامي. أنا بقول له. لك أنت مو ملاحظة إنه أبو سامي صاير عصبي وما عم بيساعد حدا بنوم؟ يصطفر. وإذا خطر له يقلعك بنوم، لوين بدك تروحي؟ بلاد الله واسعة. مع الطفلين. شو بدك؟ حنان، بدي أكمل شغل المرحوم أبو شابر. شو؟ إذا زبطت معي رح أخذ التصميم بيعه وأعطيك النص. ليش؟ حقك، هذا الشغل بدل مرحوم وأنا عم كمله. وإذا حس عليك أبو سامي؟ ما رح يحس. شو قلتي؟ اصطفل، ساوي اللي بدك إياه، بس ما بدي أشوف وشك ولا بدق علي. مثل ما بدك، قبلتي؟ روح اشتغل. حاضر. حنان، ما عم تلاحظي قديش أنا ظريف معي؟ ما عم لاحظ شي. شو صار معها؟ علي حلال انت فيلم. الساعة 7 الصبح بتسألني شو صار معها؟ مالك بعد ما طلعت انا وياك شفت واحد مشان المكنة، مقتنع فيها كثير. بسمتك. مثل ما عمل لك. والرجال قال لي جاهز انه يشتري التصميم، بس بالاول بده يشوف التجربة بعينه. لك المكنة مو ظابطة. بعرف. مشان هيك جيت لعندك بكيك. حنان. قبلت. شفت؟ ما قلت لك رح تقبل. المهم المطلوب منك هلا انك تشتغل بسرعه. كيف لك شوكات؟ طول النهار بالشغل، لما يجي الليل بكون ابدا على اخر رمق. قل له لابو سامي انك رح تتاخر الصبح. ايه. لسا اول امبارح عم بيقول لي بدك تجي قبل العمال بنص ساعه. انا صرت مسؤول عن الدوام يا شوكات. يا بني ادم، قل له انت الصبح ما فينك تجي، رح تتاخر. يعني من بعد الظهر بتتم تشتغل لطلوع الضوء. على الحال المعمل بيفضى وما في حدا غيرك، بتشتغل براحتك ولا مين شاف ولا مين دري، وبتنجز بسرعة. نبيل، أنا ما عم بفهم طلبك، شو بدك؟ معلم، أنا بشرف على العمال وبشتغل بالصيانة بنفس الوقت. أيوة، وهذا شو دخله كله بيجيتك متأخر؟ معلم أوسامي، أنا إذا أجيت الظهر بشوف الشغل كيف ماشي وبتفضل الصيانة على رواق. إيه شو عليك؟ انت هيك شايف اريح لك؟ اي نعم. خلص فيك تبلش من بكره الصبح. ليش بكره الصبح؟ هلا خير البر عاجله. لك ليكك جايبك كثير، خلص بلش بكره الصبح. معلم. الله معك نبيل. حاضر. امور معلم. الله يرضى عليك يا هشام، بكره الصبح بجيب سياره شحن وبتخلي كم عامل من جوا يرحلوا معك الاله القديمه وبتبيعها خردة. قصدك المكان القديمه؟ نفسها هي. نلتقي بكره الصبح هون ومنحملها. مشي.
تفضل عمو. عم بعذبك معي. بالعكس يا عمو، عم اتروحن فيك. انت شو قصتي؟ شو مقعدك هالقعدة لحالي؟ قصة طويلة يا عمو. زوجي مات هون بالمعمل وصاحب المعمل شغلني. كتر خيره. شو بدك بقصتي هلأ؟ انت شو قصتك؟ وين أهلك؟ آه يا بنتي، لو بعرف وينه ما كنت شفتيني بهالحالة. ايه كول عمو، كول. أنا انحبست 35 سنة. لا تخافي، ما سرقت ولا قتلت، تورطت مع عصابة. عصابة؟ ايه عصابة، تورطت معها، وبعد كم يوم هوب ضبوا فينا الأمن، فتت على السجن وهن انعدموا كله. اوف، ليش ما حكموك إعدام أنت كمان؟ كأنه القاضي اقتنع أنه أنا متورط فراح حكمني مؤبد. طيب وليش ما حكمك براءة ما دام ما دخلك؟ دخلني بدون ما أدرى. عمو، هلأ أنت هربان من السجن؟ لا، مو هربان، وهي وراء إطلاق سراحي. طب وعيلتك عمو؟ بعد ما صارت هالقصة هي كأنه ننعاروا، يعني صاروا يخجلوا. هلا ضاعت أراضيهم كله وما عدت أعرف أي أثر له. إيه بس أنت بريء. أشوف فائدة هالبراءة بعد كل هالسنين؟ إيه أنا بدون ما أعمل أي شيء بقى يعني بدون أهل. كل اللي عملته اني تجوزت يلي بحبه. مادام قلتي مات، ليش ما بترجعي لعند اهلك؟ لا يا عمو، لا، ما رح ارجع لانه انا بهالحاله. بعدين اكيد ما رح يستقبلوني، خلص اعتبروني ميته. والله منيح اللي الك ناس يديروا بالهم عليك، اما انا. لا يا عمو، لا، وانت صار في مين يدير باله عليك؟ كول عمو، كول بالهنا. خير؟ شو في؟ لا ما في شيء، بس جايين ناخذ مكنه من المعمل. يعني بدكم تفوتوا على المعمل؟ ايه. ايش في شيء؟ لك شو هذا؟ مين انت؟ انا فوتته لهون. شو يعني فوتيه لهون؟ حرام، رجال مسكين ومريض وما عنده حدا. لك شو يعني فتح معه عجزه هون؟ لا بس قلت لحالي حرام ينام برا على الطريق. لما بكون هذا المعمل معملك تتصرف فيه على كيفك، بس مو معملي انا. شو يعني رح ياكل لك المعمل؟ كمان؟ كل هذا الدخان؟ خلص انا بنظف. واذا احترق المعمل باللي فيه، شو رح تفيدني حضرتك بالجربان تبعك هاد؟ ليك حنان، معك كم يوم لتطلع من هالمعمل نهائيا، عم تفهمي علي؟ وليش خلال يومين؟ هلا بطب اغراضي وبطلع. لما؟ لك رح تحرق لي المعمل يا اخي. اي انحرق معملك باللي فيه، منيح هيك؟ أنا هذا الشيء ما بيمشي معي أبداً. الله على الظالم. مع السلامة. ليك هشام، بتعطيه حسابه وتقلع عنه نهائياً. اليوم علي؟ إيه متى ما بدك. عمو، عمو، عمو استنى لا تروح، بنروح سوا، بس لا ضب أغراضي. إيه؟ حنان؟ ليش هيك حكيتي معه؟ لأنه ما بيخاف الله. لا حنان مو لهالدرجة، هو خايف على المعمل وخايف عليكي كمان. أي خاف على حاله أحسن له. حنان كرمالي لا تروحي،
خليكي اليوم بس وبكره بنلاقي حل. ايه بس هذا بيبقى معي. منو هاد؟ مين ما كان يكون، أنا المسؤولة عنه. طيب ماشي خلاص، خليه عندك بالبيت. ما بقدر، بدي روح. لا عمو ما في تروح. بكفي اللي صار بسببي. معلش عمو، هذا صاحب المعمل قلبه أسود، معلش. ما رح أقدر، بدي روح. خلصنا عمي خلصنا، خلاص روح هلا وارجع بالليل مثل العادة. طيب عمو، بس وعدني إنك رح ترجع. بوعدك، بس أحسن لك بلا رجعتي. لا يا عمو، مو أحسن لي. خلص مثل ما بدك. شو هو قاعد على قلبه؟ منو هاد؟ قرايبك؟ واحد مسكين ماله حدا، وأنا كان ممكن صير مثله. بس أنت أبو سامي ما تركك، شايفة شلون قلبه لله؟ إيه بس هلأ ما عاد طايقني وصار مستثقل قعدتي. حرام عليكي، من الصبح إجا تليفون من حمص قالوا له إنه ابنك مريض، يمكن مشان هيك خلقه ضيقان شوي. لا لا تروحي لمحل، تعي عدي عنا، بعدين ما حدا دخلوا فيكي. لا رح روح، رح ارجع لعند اهلي حتى لو بدهم يذبحوني، اهون لي من هالعيشه. حنان حرام عليكي من شان الاولاد. معلش حنان، طولي بالك، قومي روحي هلا وفوتي انتي قبل خير لعنده. ما بفوت لعنده، قصر الشر، انتي الخسرانه. شو بدي اقول له؟ ما بعرف، قولي له ايه، قولي له انك انتي حكيتي كل هالحكي مو بقصدك. اساسا هو من بعد ما حكي معكم وقالكم انه بده اياني ومدري شو صار معه، صار لئيم كثير. الله يعين العالم. انا ما رح فوت لعنده ولا رح اعتذر. مثل ما بدك، بس انا بدي احكي مع ابو الخير حاكي من شانك. ليك عمي، بتروح على بيتي مثل طير الطاير، بتقلها لأم جابي بتجي على المعمل فورا، إلا كلمي عمك أبو الخير عاوزك ضروري. أوام يلا يلا. صباح الخير. شو شايف شمستك عالية؟ اتفقت مع أبو سامي على دوام جديد. شو وين مكانك؟ وأنا تفاجأت مثلك لما جيت الصبح، مباعد. مين باعد؟ صاحبها. لحم معلم، آسف ما لحقت منك اليوم. أي مو مشكلة، حطه بالصندوق لبكرة. أمرك. السلام عليكم. أهلين أهلين نبيل أفندي، طمني. إن شاء الله شبعت نوم. شو عم تشتغل فينا معلم؟ مقبولة منك معلم. وين المكنة الخربانة؟ بح بعتها. شو بعتها هي؟ ايه بعتها هيك، مالي وانا حر فيه. بس انا كنت بدي اصلحها. ايه يا سيدي، وانا قلت لحالي هالمكنة الكركوبة ما عاد بديها بوشي. مرحبا. ام جابر فيك تضلي مثل ما انتي. كيف يعني؟ يعني فيك تضلي بالبيت وبالشغل، بس بشرط هذا الختيار ما عاد فوتي لهون على المعمل نهائيا، وبتبطلي لي هذا السم الهاري الدخان. ما بقدر. دخني برات المعمل. ما بقدر ما فوته للختيار، أنا وعدته دير بالي عليه. إيه؟ إن شاء الله لما بصير في عندك بيت ملك لإلك ديري بالك عليه. بدي أرجع على بيتي القديم. ومن لك المصاري؟ من شغلي. ها إن شاء الله بتفكر حالك أنت عم تشتغلي يا خانم، أنت هون هيك قاعدة حسنة صدق لوجه الله تعالى. شو يعني؟ يعني فيك تضلي مثل ما أنت، بس بتبطلي الدخان وبتمنعي هذا الختيار يفوت لهون. ما رح يمشي الحال هيك،
أنا رح أترك كل شيء. مصطفى ليه؟ هشام أعطيه حسابه. الله خلينا إياك معلم، لمين بعت المكنة؟ ليش؟ بدي إياها. ومن لك حقها؟ يا سيدي بدبر حالي. يا سيدي لا تواخذنا، فرطناها بعينها خردة. أنا طالع يومين لحمص، ديروا بالكم على الشغل. شو القصة؟ ما عاد ابقى هون ولا دقيقة. شو الحكي؟ وين بدك تروحي؟ أرض الله واسعة. حنان فيك تبقي هون لما ما تدبري حالك وعلى مسؤوليتي. يا ريت تقنعها انه ما تيبس راسها وتضل هون. ما عم تقبل معلم، ما عم تقبل. بس انا قلت لها تبقى هون لبين ما تدبر حالها بس. ماشي الحال. هشام انا مسافر لحمص وراح ابقى هنيك يومين. دير بالك بغيابي. بامرك معلم، سلامة صغيري ان شاء الله. الله يسلمك. شو حنان؟ ردي علي. لا. شو يعني؟ يعني لا، مو قبلانة. بعدين ليش لا أربط حالي بواحد مثلك؟ ليش شو بني أنا؟ يا أخي ما بكشي، بس أنا مو قبلانة. لأنه ما معي مصاري، ما هي؟ إيه، بعدين ليش لا أرمي حالي من المر للأمر؟ وإذا صار معي مصاري؟ من وين بده يصير معك مصاري بالله؟ لك من تصميم المكنة، ما حكينا لك. إليكو باع على المكنة. بعرف، بس التصميم عندي. أخي لبين ما يصير معك مصاري ولبين ما تصير بني آدم نحكي. أنا هلأ ما رح أبقى. بلا جنان حنان، وين بدك تروحي أنت ولادك؟ دبر حالي. أم جابر خير، شو صار معك؟ ما صار شيء أبو الخير، خلص رح أترك. أبو الخير أنا. طيب روحي لعنا على البيت ارتاحي ونشوف شو بنقدر نعمل. أم جابر لا تروحي قبل ما يشوفك أبو سامي. إيه ما رح يتغير شيء. معلش، المهم ولازم تروحي. المعلم هيك طلب مشان الاستلام والتسليم. تسليم شو؟ كله هالبيت، أكيد ما رح أحمله معي يعني. أم جابر لا تحسبي هيك. أنت استني وما عليك. شو هشام أفندي؟ صحيح فكيتوا المكنة بعتوها قطع؟ صحيح. لا تروحي ولا تجي. بعدين أبو سامي ما عم يتصدق عليكي. نسيتي إنه جوزك مات عنده بالشغل؟ يعني أبو سامي هو المسؤول، ولو اشتكيتي عليه كانوا خربوا له بيته. يا أم الخير ما عاد في فايدة من هالحكي. أبو سامي ضايج كتير وما عاد عم يفهم وبس بده يضايقني. بصراحة هو خجلان منك. إيه لا تستغربي، هو بالبداية طلبك للجواز بعدين غير رأيه. يعني بصراحة طلع ماله قد كلمته وبده يعمل أي شيء لحتى يغطي خيبته. معقول معقول كلامك كتير، بس بقوم بزيد الظلم علي. المهم اسمعي مني وبقي هون. ما رح أقدر حط عيني بعينه بعد اللي صار. إذا هو ماله رجال وماله قد كلمته أنا قد كلمتي وما رح أبقى. بس الله يرضى عليك يا أم الخير، بدي منك شغلة واحدة. خلي لي هالولاد عندك لبين ما أروح كم مشوار. أكيد إلا ما لقي لي شي شغلة أو شي إرني عيشهم فيها بدون ما حدا يتحكم فيه. ولو يا حنان بعيوني. منك شيء غير تخبيني عندك بس. نبيل انا بعمل كل شيء لها الشغله. بدي ادبر لي ارني اتخبى فيها. بس هيك بصير شريكه. شو عليه؟ قبلان؟ بس انا مالي قبلان. اساسا مالي موافق على هذا الموضوع من اساسه. شوكات شفتهم بعيني هشام عم بيحطهم بالخزنه اكثر من 2 مليون ليره ما عادته لرغد. نبيل بصراحه انا مالي ثقه فيك. لك وين بدي اروح بالمصاري؟ خبيني عندك.
لك يا بني ادم شو عم تحكي انت مجنون؟ اول ما حيدوروا عليك حيدوروا عليك عندي. خلاص شو ما كان انا رح اتصرف. شو قصدك؟ ابو سامي الليله بحمص وانا بعرف كيف فوت على مكتبه. بلا اسمو حضرتك عم تقول انه الخزنه حديد. بخلع وبخلع ابوها. لك يا بني ادم بركي حسوا عليه. لك مين بده يحس علي؟ انت بتعرف انه المعمل بقرني فاضي ما في الدومري بالليل. حبيبي شو نسيت حنان؟ ما قلت لك تركت الشغل؟ والله عن جد يا مسكين يعني طارت من ايدك خلاص. ما طارت، انا بعمل كل شيء مشانها. لك شفت شلون اني ما بثق فيك؟ ليش؟ لك يا بني ادم حدا بيوقع حاله بميت مصيبه مشان وحده مره؟ اه يا شوكت بحبها ومو مشانها بس، هي فرصتي لأب على وش الدنيا وما رح ضوعها. بس ما بتقدر تتخبى هون ومعك هيك مبلغ. شو لك؟ لازم تطلع على بيروت بالليل ولا مين شاف ولا مين دري. والمصاري؟ المصاري بدك تهربهم معك. شلون بدي هربهم؟ بركي انكمشت؟ حط المصاري بين الأواعي ما بتنكمش. بلبنان شو بدي ساوي؟ لعني بدي روح. عندي راح ابعتك عند ابن عمي جودات. وهذا شو اللي صار؟ طلع عنده زايدة. وين ولا؟ نايم بس الحمد لله عملنا له العملية ونجحت. الحمد لله الحمد لله. وينك لهلا؟ لبي ما خلص شغلي. ولو يا أبو سامي، شغلك أهم من ابنك؟ كان في كم شغلة ضرورية لبي ما خلصتهم. الهم هو بخير هلا؟ الحمد لله. مرحبا اختي. اهلين. مجابر هون؟ لا والله راحت من العصر. وما قالت لك انت حترجع؟ ما قالت. خير؟ لا لا ما في شيء، بس بدي اياها ضروري. اذا اجت الله يخليك خليها تستناني، انا حرجع. شو في؟ ما في شيء، كله خير. رجع نبيل؟ ما بيام الظهر. معقول يكون بطل مرة تانية؟ إيه ما بيعملها. ليش شو صاير؟ يمكن زعلان على المكنة اللي بعناها الصبح. أها، وأنا كل فكري زعلان على أم جابر. لا لا اطمن، أم جابر ما رح تروح. أبو سامي حكى معي وقال لي خليها تبقى. هيك قال لها؟ معلش يروح طمنها؟ معلش. ما قال شو بده؟ كل خير. الخير شو يعني؟ انا مالي مطمنت له لهالنبي. شو بده يكون بده يعني؟ دخيلك؟ ما بعرف، يمكن بده يساعدني بس انا ما بدي مساعدته. ام الخير الله يخليكي، اذا اجى هلا لا تقولي له اني هون. يا حنان اذا كان قصده شريف مو احسن لك من هالشنطه؟ كم مره بدي ضل عم اقول لك انا ما بحبه، ما برتاح له، ما بدي اياه. اي خلص خلص لا تعصبي. لا تواخذيني مو قصدي. أهلين أم جابر، منيح اللي لقيتك. خير؟ من بعد ما رحتي هشام قال لي إنه أبو سامي طلب منه إنه يراضيكي وما يخليكي تتركي المعمل. شو بده يلعب فيني يعني؟ طولي بالك يا أم جابر، هو كان مزعوج لأنه كان ابنه مريض ومو دريان بحاله شو عم يحكي وشو عم يتصرف. إيه ولو كان، أنا ما عاد أقدر أبقى. ليش بقى؟ خلص يا أبو الخير، قلبي نقزني من كل هالقرنة، ما عم بقدر، قلبي عم يعصني كل ما عم فوت على المعمل. يا حنان قلت لك اسكني هون. كتر خيرك، بس رح اترك ليلى عندكم الليله. من عيوني وحطي جابر كمان. لا بدي اروح مع امي. لك تقبر قلب امك، ليش انا بقدر ضل بلاك وبلا اختك؟ الله يخليكم لبعض. تغديتوا؟ من الظهر تغدينا. ايه انا من الصبح ماني اكل. ايه دقيقه لحط لك، رح ساعدك. يلا. ما
خليت ارني ما دورتها. يا سيدي لك كل فصل انت بدوخ دخلك لولاد، شو بدك تقول لها يعني؟ بدي اياها ما تترك محلها لحتى انت تتصل فيها وتوصل لها حقها، حتى تعرف قديش انا بحبها. ما شاء الله عليك يا رومي وعصبة، ما بدك كل هالشيء، اكتب لها شفت ورا وحط لها اياها باب بيتها خلصنا. والله مزبوط. طب شو بدي اكتب لها؟ اكيد مو قصيده غرام وحب وغزا، اكتب لها كلمتين ورد غطاها. ماشي. يا حبيب قلبي هسامي، شو انبسط لما صحي وشافك قدامه؟ الحمد لله. الحمد لله. الله يحمي منك وخليكي في ورثنا يا اختي. لك ولو يا اخي، بس قل لي شو صار معك انت وحنان؟ والله ما اعرف شو بدي لك يا اختي. يعني انا خجلت منها، بدل ما داري خجلي منها صرت اتفشش فيها، واليوم اتخانقنا. لا. ولعت من الشغل كمان. لا، لا يا ابو سامي، حرام عليك، ما بيصير هيك. لك يا اختي ما بعرف، ما ادري شو صاير لهالمرة، صاير وقحة ولسانها طويل. يا ابو سامي، الست مجروحة، انت بعد ما طلبتها ورجعت غيرت رأيك، جاي هلا تتفشش فيها، حرام عليك، ما بيصير. لك انا ندمان، بس ما بعرف يعني ما عم بقدر امسك حالي لما بشوفها. ايه بس كل شيء الا انك تقلعها، لا تنسى انه هي وحدة مسكينة وعم بتربي ايتام، ولا تنسى انه زوجها انقتل بمعملك، يعني انت بيرضيك هيك؟ ما بعتقد انه هي اخلاقنا ولا تربيتنا. مو انت اللي ما قبلتي فيها؟ يعني ما قبلتها زوجي لإلك شيء، وإنك تقلعها من الشغل شيء تاني. استغفر الله العظيم، الله يلعن الشيطان يا أختي. وهلأ شو صار فيها؟ بكرة الصبح رح أضب أغراضها وتمشي. لا يا أبو سامي، ما بصير تعمل هيك، حرام عليك، وما بصير تتركها تترك الشغل. ما عاد تقبل، أنا تقتل عيار عليها وزودتها شوي. ولو كان، بدك تعتذر منها وقوم هلأ روح على الشام. هلأ؟ إيه هلأ أخي، يعني سامي وطمنت عليه والحمد لله. قوم روح أخي، والله تقضي حياتك كلها وأنت ندمان. خلص أختي خلص، خليها لبكرة الصبح، الصبح رباح. إيه لا هلأ، بدك تروح هلأ وتلحقها قبل ما تمشي، قوم الله يرضى عليك. طيب، مثل ما بدك، أنا فايت أطمن على سامي بعدين أمشي. بتعرف لك هشام؟ رورو سباني في شغله بدي اخلصها وبرجع. ايه مو مشكله، بستناك. انا بدي اشوف حنان الا كلمتين وبرجع. طيب وينك؟ الا دير بالي على المعمل منيح وما تروح بكره الصبح لاجي، مشي؟ مشي. ما لقيتها. وين بدها تكون؟ اكيد بيت ابو الخير. يلا سيدي معلش، احسن ما تبقى لحالها. الله يوفقك يا ام الخير. اذا نبيل لا تقلي له اني هون، ما بدي اشوفه. حاضر. حنان عندكم؟ ما شفناها. ابو الخير هون؟ نايم، اجى تعبان، اكل ونام. طيب سلميلي عليه بخاطركم. راح. بس بتعرفي كاني هالليله بارده. يا حرام، قلت له للختيار يجي وهذا وقته. وين بدك تروحي هلا؟ الليله في قرصه بلد وهو متعود على هالجو، بلا ما تطلعي. ما بقدر، لازم روح فوته على المعمل. أنا بروح بشوفه. لا والله لا، أنا رح روح ورح نام هنيك منشان شوف هشام الصبح، مو هيك طلب؟ ماما بدي روح معك. لا ماما حبيبي، أنت خليك هون. خالتي خليك عنا، وين بدك تروح؟ لا بدي روح مع أمي. خلص يلا بخاطركم، يلا ماما.
منيح يا اللي جيت. مو وعدتك. عمو انت ارتاح لبين ما اسوي لك شغله تاكلها. لا لا اكلت، واحد اشترى لي سندويشه ومشي الحال، بس بدي نام. طيب تصبح على خير. في بكير؟ لا عمو على راحتك، تصبح على خير. ماما رح اسوي لك سندويشه مشان تاكلها وتنام. ايه؟ خذ ماما كل. شو هاي الورق؟ لقيتها هون. حنان لا تروحي لمحل، بعد كم يوم رح يجر فيه شوكت وهو رح يدلك على مكاني. حقك رح يرجع لك ورح تعرفي مين أنا وشو أنت بالنسبة لي. نبيل الصاحب. شو ماما؟ مو جاي لنوم. طيب احكي لك حكاية؟ ايه ماما. طيب رح احكي لك حكاية الشاطر حسن. كان يا مكان في شاطر حسن. قديش عمره؟ شاب مثلك مثله. كان الشاطر حسن ساكن مع امه واخته الصغيرة في بيت حلو كتير بس صغير كتير. قام في يوم من الأيام إجا الغدر. مين الغدر ماما؟ الغدر يا ماما وحش كبير كتير وبيخوف كتير. راح لعنده الشاطر حسن وسأله، قال له شو بدك منا؟ شو بدك مني ومن عيلتي؟ قام سكت ما جاوب الغدر. بتعرف ليش يا ماما؟ لأن الغدر بيعرف إنه الشاطر حسن شاطر دغري كتير. وفي يوم من الأيام تخبى الغدر للشاطر حسن واستناه لما راح على الشغل. راح على بيته وهده وهد البيت كله ونزله على الأرض. رجع المسكين الشاطر حسن على البيت ما لقى، قعد يفكر مين بده يساوي فيه هيك. فكر هيك وقال ما في غير الغدر. الغدر بده يخرب علي بيتي، بده يسكنني أنا وأمي وأختي الصغيرة بالشارع.
فكر 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 بعدين قال لحاله أحسن شيء اتخبى للغدر بقرني لأنه الغدر جبان بيخاف مني كتير راح يا ماما واستنى الغدر بقرني ولما شاف الغدر خاف منه سأله الشاطر حسن وقال له ليش سويت فيه هيك أنا وعيلتي اسمع إذا بشوفك مرة تانية قدام البيت يا ويلك يا سواد ليلك اصحك تقرب علي وعلى عيلتي اصحك ها وفعلا يا ماما راح الغدر وما عاد شافوا الشاطر حسن أبدا وعاش الشاطر حسن هو وأمه وإخته عاشوا سعيدين كتير وعمروا بيتهم من أول وجديد وما عاد سمحوا لا للغدر ولا غيره يقرب علينا وعلى البيت نبيل لك شو عم تعمل هون